الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. شكرا للسيد الرئيس. أنا مرحب بمعالي وزير الخارجية والطاقم المتميز اللي مرافقه، وفي إطار الدبلوماسية اللي هو اللي على راسها حالا ونحيوها بعد، نختار نبلغوا تحيات سكان قرية البكرة بولاية الحوض الشرقي اللي عندهم معاناة تتعلق بولد عندهم ينقال له سيد عمر والعابدين وللبكاي، يقبع حالا في السجون الإفوارية في ساحل العاج منذ ما يزيد على ثمانية تقريبا، يزيد على ثمانية أشهر ولا موجهة له أي تهمة يسوى قد صفته هي شنهي، يكون على خو زوجته لا لمنت ون وحده اللي هو محمد والون وحده موجهة له تهمة من طرف الإفواري، والله قاع محكوم حالا في كوت ديفوار وبتهمة أحداث الفندق الأخيرة، نظرا على الشهود العيان من الجالية الموقرة والجهود اللي نجيب تجيب الإشادة بها من القنصلية، يا غير ما مكنت من إطلاق سراح سيد عمر والعابدين وللبكاي، واللي قاموا الأهالي يوم أمس بوقفة محترمة أمام مباني ولاية الحوض الشرقي، واللي هذا من المنبر الموقر أقدم له تهاني للحكومة من خلاله على خروج شورى المواطنين ووقوفه بيناتهم وسؤالهم عن أخبارهم واختيار خمسة منهم ياكل تثقيفه بهذا المجال. هذا من المنبر شاكر ونختار مولي نشكر مستشار وزير الخارجية العربي والخطوء لأنه تلفنت له من تلفون وقبلها وشديت معاه هذا الأخبار بلغته به وإجازيه بأحسان، اطلب مني ياسر من المعلومات أنا قاع ما كانت عندي، يلو ما كان هون اهتمام منه هو تعود قاع المعلومات ناقصة، لكنه ظل دائما يراجعني ويطالب مني المعلومات، هذا شاكر عليه وزارة الخارجية. ولين عاد البارح مولي بلغتهم على اني جابرت مع العربي والخطوء وانه جزاه الله خير طلب مني قدر من الاسئله اللي كنت دائما نطلب منهم، وهذا خلق فيهم البارح نوع من الارتياح ونوع من الطمانينه ونوع من الشكر. نختار نبلغوا لكم، نختار نشكرهم على الوقفه امام الوالي المحترمه، ونختار الاهالي في ولايه الحوض الشرقي على الوقفه التضامنيه وعلى الروح المسؤوله بالشعور بالمعاناه اللي تعانيها والدة سيد عمر والعابدين والبكاي وأهله واللي تقاسموها معاهم، وهذا ما يقر منهم لأنهم أهل دائما لهذا النوع من الوقفات. معالي الوزير، سكان قرية البكرة وغيرهم من سكان ولاية الحوض الشرقي الكرام ينتظرون، ما عنده علاقة بهذا المشروع اللي نناقشه. مسي البريزيدان، أنت أعطيت توصية لاحترام اللي يتكلم الشيخ المبارك، لاني تكلمت اليوم رقم اثنين ولا من طبيعه الكلام هو الاول، ونختار نقول لك ان الشيخ المبارك ما يقول شيء خاسر. انا نمارس مهامي كنائب المقاطعه مقطع الحجار، خالق ياسر ما يليق بيه ومن ضمنه السيلان الريق، انا ريقي نشفان ونمارس مهامي بكل مسؤوليه وبكل موضوعيه، ولا في عيني ماه القيام بمسؤوليتي بكل احترام الى نتخلص منها، الامور الاخرى ما نراعي فيها ولا نخرصها. جسوي ريسبونسابل عن ذا الله نقول، ونختار نقول لك من السيد الرئيس ان الخاسر يضر لا اللي قايله ما هو المقيول له، وانا من يوم دخولي لغرفتكم المحترمه سجلوا علي كلمه خاسره، غير خارس ياسر ما يليق بي ولا نحتار ولا من الناس اللي عدل له ولا نتبع ولا نعدله، انا نمارس حقوقي كنائب المقاطعه مقطع الحجار، ما نقبل من الحق نقبل من الشعب اللي طاني هاي المسؤوليه، وقول انا توصيتك اني انا اللي نتكلم رقم اثنين لانه مو من عادتي. جبيانكم نائب خارج الموضوع سيد الرئيس، معالي الوزير، نختاركم تجاوبوا اهل البكره وغيرهم من سكان الحوض الشرقي الموقرون على معاناتهم في ابنهم، واحنا واثقين اعلنكم الدور وتتخذوا الاجراءات الانقاذ سيد عمر والعابدين وللبكاي، ونختار نشكر جهود قنصليتكم اللي قامت بها وغيرها من الجاليه الموريتانيه في ساحل العاج لإخراج هذا البريء سيد عمر والعابدين والبكاي
من هذا الذنب اللي تلحق به ولا لشيء سوى انه زوجته ومن عمه خت محمد والونه وحده، هذا هو ذنبه. الاتفاقيه ماني متكلم عنها ولاني شاد اخبارها. والسلام عليكم ورحمه الله. الكلمة للنائب المحترم محمد ولفال سبع دقائق. الله يعني أذكر أنا الله.